النبي نهدي تحية عزة رجالك وشلنا لك محبة قد كبر قلبك وأفعالك من قناة أهل الدار في عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي والمالكها سعادة الدكتور جاسم عبيد الزعابي. أهدي هذه القصيدة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه، وعنوانه يقول الرئيس نائب وقايد شيخنا الشحم البطل الفارس محمد بن راشد طيب النبع والأصل لابت حكام أمايد ياسية فلاسية بالفعل وله بالكرم عوايد المكتوم حكمه عدل ومنه في دبي سايد وبو راشد له الفضل نايب وحاكم ورايد تلقاه في كل محتفل يبني ويعمل ويجاهد أسس مسبار الأمل وصلنا للمريخ والبعايد وصاروخ راشد فوق وصل للقمر وحط له قواعد شيخ أبعد عنا الجهل وللشعب دوم يساعد فكره ما هو بسهل وفي العلم ماخذ شهايد سياسي وماله بدل وللرئيس نايب وقايد حبيب الشعب والأهل ومن الدول عنده رصايد كلام أحلام العسل وحديثه حلو وايد شيخ أخلاق وشكل وخير على الشعب عايد محمد ما تكفيه الجمل أنا أشهد ولا بعد عدة قصايد ويا عسى عمره دبل بعمر نوح وزايد صلوا فرض ونفل عالنبي وسط المسايد تمت بالخير عمت هذا ما قال الشاعر المثل علي التميمي بحر خاش وفي دعتر وقلنا في نفس واحد كانك بالقلوب أكبر وتستاهل يا أبو راشد يا تاج براس العالي يا شيخ محمد الغالي على كل الغلاك ونبقى لك مقامك للأبد شامخ وسط قلوبنا راسخ خدنا لك غلا صوره بوسط العين نرسمها وغلا وجهك مثل صوره دبي بكل معالمها